وسط ترحيب ودعم الأهالي، حماة الوطن يحكمون السيطرة على بلدتي العبادة والتل غريقة في الغوطة الشرقية، ويواصلون تطهير ريف القصير من دنس عصابات الإرهاب المرتزقة. آلة القتل الصهيونية تواصل فعلها إرهاباً وتدنيساً للمقدسات وسرقة لأراضي الفلسطينيين، وعربان الذل يتفرجون ويريدون تحرير فلسطين عبر إسقاط سوريا. العثماني أردوغان بين غضبة شعبه وسباحته عكس التيار، تصرفات هستيرية تعكس حال الحقد والغل الذي حمله قلبه تجاه صمود سوريا شعباً وقيادة. السلام عليكم ورحمة الله، هذه نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الدنيا بدمشق. استكمالاً لعملها الوطني، ألحقت وحدات من الجيش خسائر فادحة في صفوف إرهابي جبهة النصرة في بلدات حجيرة والذيابية والحسينية وببيلة بريف دمشق، ودمرت عتاداً وأسلحة وذخيرة كانوا يستخدمونها في اعتداءاتهم. هذا وأحكمت وحدة من الجيش العربي السوري السيطرة على بلدتي العبادة وتل غريقة في الغوطة الشرقية، وأحكمت الطوق على بلدة الجربة المجاورة للعبادة تمهيدا لتطهيرها من الإرهابيين. بعد عمليات نوعية واشتباكات استمرت لعدة أيام، وبعد تطهير العديد من مناطق الغوطة الشرقية بدءا من حران العواميد والعتيبة مرورا بالقيسة، أحكمت وحدة من وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على بلدتي العبادة وتل غريقة، وذلك بعد إحكام طوق على البلدة دام عدة أيام. تلك البلدتان اللتان تعدان معقلاً لجبهة النصرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. العمليات أسفرت عن القضاء على العديد من المسلحين والعثور على ألغام قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بزرعها في البلدة لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري، لكن وحدات الهندسة في الجيش العربي كانت لهم بالمرصاد. نحن بالغوطة الشرقية بعد الانتهاء من العبادة عم نتابع فلول العصابات الإجرامية بقرية الجربة، والحمد لله تمكننا من تطهير قسم منيح. القسم الأكبر نحن حاليا بوسط الجربة بمنطقة المدارس والمزارع المحيطة فيها، وإن شاء الله النصر قريب والرحمة لشهدائنا الأبطال. بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى العديد من مناطق الغوطة الشرقية، واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد تجمعات الإرهابيين وأوكارهم في بلدة الجربة المجاورة لبلدة العبادة، وذلك بعد إحكام الطوق على البلدة. بعد الانتهاء من عملية العبادة، الحمد لله تابعنا فلول الإرهابيين باتجاه قرية جربة، والحمد لله مشطنا المدارس هلا شوي مثل ما شفتوا، ومشطنا البستان، وهلا بنتابع مهمتنا باتجاه مدينة جربة، وإن شاء الله الحمد لله بتخلص بخير وسلامة. يواصل الجيش العربي السوري عملياته في ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة في كافة المناطق السورية، معاهدا الله والوطن بتطهيرها من كافة أشكال الإرهاب. بالروح بالدم نبديكي سوريا، بالروح بالدم نبديكي سوريا. وفي إطار عملياتها المتواصلة ضد أوكار الإرهابيين، نفذت وحدات من جيشنا الباسل عدة عمليات لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلدتي زور أبو زيد وزور العاصي في ريف حماة، كما دكت أوكار المجموعات الإرهابية وعتادهم وزخيرتهم في حمص وريفها. ويواصل حماة الوطن تطهير منطقة القصير وريفها من دنس عصابات الإرهاب المرتزقة،
مسجلين إنجازات يومية مشرفة، وأمام بطولة جيشنا لا مفر للإرهابيين، فخيارهم الوحيد إما القتل أو الاعتقال. هو الباطل حين يسحق تحت ضربات الحق، هي النهاية المحتمة لكل معتد على طهارة هذه الأرض وقدسيتها. رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري، يواصلون إنجازاتهم وعملياتهم النوعية على الأرض، لا سيما بالقصير في ريف حمص، وبعد نجاحهم في قطع شريان تهريب الأسلحة والمسلحين، تقدم بطولي قابله الإرهابيون بهروبهم المعتاد التكتيكي والاستراتيجي والأبدي، لتنتظر وحدات الجيش العربي السوري في كمين محكم بالقرب من منطقة حسياء من فر هارباً، فألقت القبض على البعض وقتلت البعض الآخر، وصادرت وثائق وسيارات كانت بحوزتهم. نبل قصير عن قوم الجيش، ما أحسن نارون، هربنا من القصير، طلعنا كمين على الطريق، ماتوا ثلاثة برفقاتنا والحين سلمنا حالنا، كان معنا بواريد، كان مع رشاشات، وإننا هربنا فيهم، طلعنا الجيش العربي السوري، سلمنا أيام سلمنا حالنا. هربنا من القصير على حسية، بالطريق هون وعلى طريق حسية مسكنا الجيش العربي السوري، دحم علينا الجيش ونزمنا، جينا على حسية كمشنا الجيش. ونحن طالعين صار في كمين للجيش، صار في اشتباك، راح في قتلة مننا. وجابوني لهون. على امتداد الوطن واتساعه يقول الجيش العربي السوري كلماته الفصل ليعيد إلى أرضه طهرها ونقاءها ويخسأ كل المراهنين عليها. في حمص أيضا فرحة أهل الدار بتطهيرها تنعكس احتفالات شعبية دعما لحماة الديار وترحيبا بهم بعد تحريرهم من الإرهابيين وإعادة الأمن لربوعهم وديارهم. الله محيي الجيش، قول شكرا للجيش والله يحميه. هكذا بدا المشهد في الغستانية غربي مدينة حمص بعد حصار للقرية، أراد الإرهابيون من خلاله قطع شريان الحياة عن القرية وفك العروة الوثقة بين أبناء شعب أقسم على التضحية فداء لعزة وكرامة سوريا. أهالي القرية سطروا مشهداً لطالما تجاهلت قوى الشر تكامل أجزائه على الجغرافيا السورية، مشهداً يعكس المحبة واللحمة الوطنية. أطفال القرية قبل كبارها خرجوا استقبالاً لحماة الوطن، حماة الأرض والعرض، شكراً وامتناناً لتضحياتهم الجسام ودورهم في إعادة الأمن والأمان إلى قراهم. شكر جيشنا العربي السوري يلي ساعدنا بتحرير المنطقة وأخلاها من الفلول الإرهابية يلي عانينا من المدة طويلة حوالي 8 شهور. الحمد لله حررنا من هالشيء اللي كنا نحن فيه محاصرين هاللقطيني إنا 8 شهور وطلعنا بالتسعة. عربي السوري اللي ساعدنا بحماية أرضنا وبحماية سوريا، والله يرحم شهداء سوريا كلي. أنا مواطن للغسانية، تضامناً مع الجيش لبست هالبدلي وبقول الله يحييه ويرحم شهدائنا جميعا، شكرا له لانه فك حصارنا الجائر من المسلحين. شكرا. المشاركون في المسيرة دعوا الى الاسراع في القضاء على الارهابيين وضرب تجمعاتهم واوكارهم اينما وجدت، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا مع حماة الديار حتى تطهير الوطن من رجس الارهاب وعودة الاستقرار الى ربوع سوريا كافة. يلقى التقدم الذي يحرزه الجيش في حربه ضد الإرهابيين ترحيباً وارتياحاً شعبيين كبيرين لدى الشارع السوري. كاميرا الدنيا رصدت أصداء تقدم الجيش العربي السوري لدى المواطنين في مدينة القامشلي. في ظل الانتصارات الميدانية الباهرة التي يحققها الجيش العربي السوري على جميع المحاور وفي جميع أنحاء الوطن، عبر أهالي القامشلي عن تقديرهم وامتنانهم للجهود الجبارة التي يبذلها هؤلاء الأبطال لتبقى سوريا
مهد الحضارات والديانات. انتصارات الجيش العربي السوري ما نقدر نلخصها بكلمتين، يعني صاروا هاي سنتين الجيش العربي السوري يعني عم يحقق انتصارات. طبعا انتصارات يعني إذا بدنا نحكي عليها أنه في الأكثر من ناحية، الناحية أنه انتصار الإنسان السوري، انتصار الإنسان السوري بكل مكوناته. الجيش العربي السوري دائما هو صاحب الانتصارات ودائما صاحب المواقف، المواقف الشجاعة والرجالة، ودائما هو حامي البلاد، دعمه لغزة، دعمه للبنان، دعمه لكل المنظمات العربية والإسلامية. فدائما الجيش العربي السوري بيتفوق ودائما رجل وشهام. الله يخلي جيشنا وعم بيقدم يعني بما فيه الكفاية، ونحن نتشكر جيشنا وقائدنا وعلى ما بذلوا وعلى ما عم يبذلوا في سبيل وطننا. وطننا غالي علينا، وخاصة بهالمراحل اللي عم بنمر فيها نحن دائما نعطي قوة من الشيء اللي نحن. طبعا جيشنا عم بيقدم كتير أشياء، ونحن الشيء البسيط اللي عم نمرق فيه هذا شيء كتير جزء قليل مقابل ما حققه جيشنا. جيشنا العباسي حقق انتصارات كتير كبيرة، ما رح تنحد بنقطة أو نقطتين لو ما جهوده القوية والسهر طول الليالي علينا ما كان وصلنا لهالمرحلة المتقدمة من الأمان. جيشنا صامد ولابد ما يبقى صامد يعني، واحنا بدون الجيش ما نقدر نعيش، من سواء الأمان أو من أي ناحية ثانية يعني. ما الأمان يكفي كان عندنا في سوريا، الأمان. هم حماة الوطن، الأرض والعرض، هم رجال الحق الذين يدفعون أغلى ما يملكون ليبقى الوطن صامدا والشعب عزيزا كريما. فتحية إجلال وإكبار إلى أبطال الجيش العربي السوري المقاوم. وعرفانا بتضحيات أبنائهم من ضحوا بالدم كرم الأرض والعرض، وفي عين الكروم بريف حما قامت لجنة الشبابية وبالتعاون مع تجمع لنحيا معا وروضة براعم المستقبل في سلحب بتكريم أسر عدد من الشهداء بحضور محافظ حما وأمين فرع حزب البعث وقائد الشرطة وعدد من أعضاء مجلس الشعب. هكذا كتبت حكاية فرسان أبوا أن يترجلوا قبل أن يؤدوا واجبهم المقدس في الوقوف بوجه الإرهاب الذي دنس أرض الوطن. قرية عين الكرون في محافظة حما أقامت حفلا تكريميا لأسر الشهداء، تكريم يؤكد على الوفاء لذكرى الشهداء الذين نستمد من ذويهم الصبر والقوة والشموخ للبقاء معا صامدين في مواجهة الحرب التي تستهدف جميع أبناء الوطن. الشهداء هم أوسمة فخار على صدورنا، ويحق لنا جميعا الاعتزاز بتضحياتهم لأنهم قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل عزة الوطن وكرامته. في محافظة اللاذقية وبمناسبة عيد الشهداء أقيمت ندوة حوارية بمشاركة عدد من المفكرين ورجال الدين العرب. بمناسبة عيد الشهداء واحتفاء بذكراهم العطرة في عروس الساحل لاذقية العرب، وبدعوة من قيادة فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقيم حوار جماهيري شارك فيه المفكر العربي الدكتور يحيى أبو زكريا والشيخ عبد السلام الحراش من لبنان، حيث تم تسليط الضوء فيه على الواقع الراهن في سوريا وهي تواجه الإرهاب وعلى الشهادة وقيمتها في الإسلام. ولفت المفكر العربي والباحث الإعلامي يحيى أبو زكريا إلى أن سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الوتد المتين والعمود الفقري الشامخ والخيمة الآمنة التي تنتمي لها العروبة ويتفيأ في ظلها الأحرار. كان لابد لي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا وسوريا تصنع النصر أن أذهب إلى قبر الرئيس الخالد حافظ الأسد لأقول له: سيدي، إن البنيان المتين الذي بنيته ما زال كما كان، إن الدولة الوطنية التي أنتجتها وأهديتها للسوريين انتصرت على الإرادات الدولية الإرهابية
وانتصرت على الإرهاب الظلامي. إن هذه الدولة التي أقمت أساسها السليم والصحيح وأقمتها على أساس من العروبة والانتماء إلى العالم العربي ما زالت صامدة. نحن في لحظة تاريخية حاسمة. بدأ العالم كل العالم يعترف أن سوريا لا تنكسر، أن سوريا لا يمكن أن تتشقق، أن سوريا شامخة كالطود الشامخ بل كالحجارة السومرية في كل منطقة أثرية سورية. بالدين يكرهون الناس أن يكرهوا الدين. اليوم لن نجلد أنفسنا، فنحن في سوريا الإسلام الحقيقي، ومن أراد أن يتعلمه فليأتي إلى دمشق حيث تلتقي الأرض بالسماء. شكرا لكل من ساعد وساهم في إنجاح الفرصة الطيبة بإنهاء هذه المغامرة الكبيرة على سوريا، هذا الإرهاب الأممي. ونقول لأساتذتنا الكبار والعلماء الأجلاء شكرا لقدومكم المبارك الطيب وإيادكم البيضاء، الذي من خلال صوتكم الحق، صوت المحبة، صوت الاحترام، صوت الوطنية والقومية، صوت الالتزام بالثوابت القومية والوطنية التي تحدثتم عنها اليوم، كان لها الصدى الأكبر والقبول الأعظم من جماهير الوطن الذي يقول نعم لسوريا المنتصرة قريبا إن شاء الله. سوريا التي تتعرض للمؤامرة الإمبريالية الوهابية الصهيونية الحاقدة بسبب مواقفها الوطنية الشريفة ونهجها المقاوم، ستبقى كما هي متمسكة بمبادئها، تدافع عن الحقوق وقضايا العرب العادلة. هذا ما أكده ويؤكده الشعب العربي السوري. وفي ساحة الشهداء بالعاصمة الروسية موسكو، نظمت الجالية السورية واتحاد الطلبة وبعض المنظمات الروسية وقفة احتجاج استنكارا للعدوان الغاشم على عاصمة العروبة دمشق، وتخليدا لشهداء السادس من أيار. روسيا وكعادتها في الوقوف مع الشعب السوري المقاوم تجدد اليوم إصرارها على مساندة سوريا أرضا وشعبا وقيادة. من خلال وقفة احتجاج واستنكار للعدوان الغاشم على دمشق وتخليدا لذكرى شهداء السادس من أيار، قام بها اتحاد الطلبة بالتعاون مع الجالية السورية وبعض المنظمات الروسية في ساحة الشهداء في موسكو. نحن جئنا إلى هذا الميتينج أو هذا التجمع من أجل شجب العملية الإرهابية العسكرية الحربية التي ضربت دمشق من قبل إسرائيل، وبالتعاون مع ما يسمى بالمعارضة السورية، زائد حكام الخليج الذين مولوا هذه الضربة القذرة لمدينة دمشق، مدينة الياسمين. نحن أتينا إلى هنا لنقول إننا مع الشعب السوري وإننا سوف ننتصر معا، وعلينا دعم سوريا في مواجهة هذا العدوان. أنا مواطن من فنزويلا، جئت إلى هنا لأشارك السوريين والروس الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي، وأنا أقول أن الرئيس تشافيز نعم لقد مات، لكن الرئيس الجديد سوف يكمل المشوار في مواجهة الغطرسة الأمريكية، ونحن في فنزويلا ندعم الرئيس بشار الأسد، وأقول أننا والشعب السوري ومعنا الشعب الروسي سوف ننتصر. المتضامنون الطلاب رفعوا الأعلام السورية والروسية معبرين عن وحدة البلدين بالدفاع عن أرض سوريا ضد العدوان المستهدف أمن البلاد. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمدينة سوتشي الروسية اليوم أنه تمت مناقشة الخطوات العملية لحل الأزمة في سوريا. وقال بوتين في تصريحاته، كما أفاد موقع روسيا اليوم، بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني ناقشنا مختلف السيناريوهات الإيجابية المحتملة لتطور الأوضاع والخطوات العملية في هذا المجال. إلى ذلك دعت روسيا والأردن جميع الأطراف المعنية إلى بذل جهودها من أجل عقد مؤتمر دولي حول سوريا. وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية اليوم إنه تم تبادل الآراء خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأردني ناصر جودة في موسكو، حيث شدد الجانبان على ضرورة وقف العنف وبدء المباحثات بين الحكومة وجميع المجموعات المعارضة التي يجب أن تتوحد على أساس الاستعداد لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل إن الحلول في الشرق الأوسط سياسية وليست عسكرية، هذا فيما بحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع كل من وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري التفاهمات التي توصلت إليها موسكو وواشنطن خلال زيارة كيري الأخيرة لروسيا بخصوص الأزمة في سوريا. وقال مارتن نيسيركي المتحدث الرسمي باسم كيمون إن كيمون بحث مع كل من لافروف وكيري ما تم الإعلان عنه بشأن سوريا، كما نقل عنه دعوته جميع الأطراف لاغتنام الفرصة التي قد تظهر بعد المؤتمر الدولي حول سوريا والذي تم الاتفاق على عقده. وأوضح نيسيركي أن كيمون اتصل أيضا بالأخضر الإبراهيمي مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للقيام بدورها بهدف تحقيق التسوية السلمية للأزمة في سوريا. لا طغيان وتجبر بعد اليوم، وصمت وتخاذل البعض من حكام ليسوا سوى دمى تحركها اليد الأمريكية قوبل بالكلمة الحق. فإسرائيل طغت وتجبرت وعاثت في الأرض فسادا وقتلا واستيطانا وتهويدا للمقدسات. اليوم تغير شيء ما على الأرض سيغير معادلات كثيرة في المنطقة العربية. بعد اليوم لا ضعف ولا هوان، وهذا ما بدا جليا في كلام سيد المقاومة حسن نصر الله. لأن الوعود صادقة، ولأن الرسائل هذه المرة من المقاومة للمقاومة كانت رسائل الوفاء لصمود الياسمين من سيد المقاومة إلى عاصمة المقاومين، رسائل من عبق نصر تموز إلى من بقيت قبلتهم فلسطينية وسياجهم عالي في وجه ربيع بائعي اللحى والأعراض. إننا في المقاومة اللبنانية نعلن أننا نقف إلى جانب المقاومة الشعبية السورية ونقدم دعمنا المادي والمعنوي والتعاون والتنسيق من أجل تحرير الجولان السوري. الكلمات رصاص يصدح من نصر الله، من وجدان كل صامد بعون الله، وحقيقة على وجه الشمس وفي عين كل صامت عن الحق بأن البندقية سورية وستبقى، وأن الوعد صادق وسيبقى، وأن محور الصمود ممتد، بدايته دمشق ونهايته آخر قطرات دمائنا. أود الأول، خذ علما أيها الإسرائيلي، إذا كنت تعتبر سوريا ممرا للسلاح إلى المقاومة فإن سوريا ستعطي السلاح للمقاومة. أكثر من هيك، إذا أنت عم تدعي أن عدوانك هدفه منع تعاظم قدرة المقاومة فإن سوريا ستعطي للمقاومة سلاحا نوعيا لم تحصل عليه المقاومة حتى الآن. قالها السيد لأنها السيدة استعصت، أم المقاومين في معادلة صراع الطغيان، لأنها من دمشق، هنا القاهرة، وهنا القدس، وهنا الجنوب، وهنا أيضا تمزق كل خرائط الذل، لأنها كل العربة وحصنها كانت الهدف وبقيت مخرزا في عيون من على سياجها سقطوا وعادوا خائبين. دلوني اليوم على نظام عربي يجرؤ رسميا أن يقدم بندقية للمقاومة الفلسطينية وليس صاروخ نوعي. دلوني على نظام عربي من دول الربيع العربي وغير الربيع العربي، من الملكيات والإمارات والمشيخات، مش بندقية طلقة عشان تطلع قيادي مقصوفي قبل يومين بتقول بدي أعطيهم سلاح أصلا بعد ما حاصلين عليه. هذا رد السويري استراتيجي. طعنات الغدر في خاصرتها قوة، وأكاليل الشوك على هامتها مجد، في صلبها قيامة، وفي ردها على حقد صهيون ردان. يا سيد المقاومة، قبلة بارودنا فلسطينية، ومقاومون نهضوا في الجولان يسقون من دمائهم
عروق الأرض ويسمعون أغاني نصرهم من منارة لبنان. هذه جبهة الجولان مفتوحة. إعلان فتح الباب للمقاومة الشعبية في جبهة الجولان. فردتم حربا على سوريا لإضعافها، هذا يعني أن الهامش الذي يتيح قيام مقاومة شعبية في الجولان أصبح موجودا. فإلى المقاومة الشعبية في الجولان. نصر دمشق من فلسطين وتحرير القدس بسيف الأمويين، من له أذنان فليسمع، ومن له بعض ماء الوجه فليحفظ. فالعهد منذ المهد كان وسيبقى جهادا يصفق المجد له ويلبس الغار عليه الأرجوان. للحق صوت يعلو ولا يعلى عليه. الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم أبو عرفة في حديث تلفزيوني أكد أن الذين كفروا الأنبياء والمرسلين واعتدوا على المسلمين ولا وجود للسيف بين المسلمين. كما عودنا دائما الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم أبو عرفة على قول الحق، استنادا إلى القرآن الكريم وسنة النبوة الكريمة ورفض ادعاءات الدين التي لا تستند إلا على الأهواء الشخصية التي تخدم الناتو وأدواته. للباطل جولة وللحق ألف جولة. الشيخ صلاح الدين أبو عرفة إمام المسجد الأقصى في حديث تلفزيوني أكد أن مشايخ الضلال والرأي وعلى رأسهم شيطانهم وكبير اتحادهم يوسف القرضاوي انقلبوا على دين الله وحرفوا قرآنه ودعوا إلى النفير العام للمسلمين، ليس من أجل استرداد بيت المقدس من الصهاينة بل من أجل قتل المسلمين في سوريا. ليس بعد كلام الله كلام، وليس بعد نبي الله الذي أنطق بالوحي كلام. قال سيكون يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. إذا قرأوا آية فيها أمر بقتال فتنزلوها لأنفسهم، فما يمنع فلانا وفلانا أن يقرأها ذاتها ويتنزلها لنفسه عليهم؟ إن كان لكل قارئ قرأ آية قتال أن يأخذ بها فيقتل أخاه، فما بال الآخر لا يأخذ الآية ذاتها ونفسها فيقتل بها ذاك الشيطان. وأوضح الشيخ أبو عرفة أن الذين أمرنا الله بقتالهم هم أولئك الصهاينة الذين كفروا الأنبياء والمرسلين واعتدوا على المسلمين، فلا وجود للسيف بين المسلمين. إنما نزل القرآن فصل مقال رحمة بالمسلمين وفلاحا للمسلمين ونجاة للمسلمين. وأيم الله ما فيه آية قتال إلا على الكافرين الذين كفروا محمدا وابن مريم وموسى بن عمران وإبراهيم، وحرموا حلال الله حلال الله وأحلوا حرام الله. أولئك الذين أمرنا بقتالهم الذين كفروا الأنبياء وكفروا المرسلين. بين المسلمين لا سيف. من ينكر أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس من الإسلام في شيء، ومن يجير الدين لتحقيق أهواء شخصية تتسبب في سفك دماء المسلمين لا يمكن إلا أن يكون عدوا للدين والأخلاق الإنسانية. فلا فض فوك أيها الشيخ الجليل الذي اعتاد الناس على سماع كلمة الحق منه. المستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك، والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون فلسطينية جنوبي الضفة الغربية. إسرائيل تقرر بناء وحدات سكنية جديدة لمستوطنين بالضفة الغربية، أما واشنطن تنتقد بأدب الخطة الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. آلة القمع الصهيونية لا تستثني الحجر أو الشجر أو البشر من إرهابها، والعرب يتفرجون ويريدون تحرير فلسطين عبر إسقاط سوريا. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. ما زال الأمر عليهم ملتبساً،
وما زالوا بأمرهم حائرون. هم يستغفلون أم أنهم يدعون؟ العرب نائمون عن قضيتهم، عن أساس وجودهم، عن ذلك الهدف الذي دفع الأجداد الغالي والنفيس ليبقى عربيا قبل كل شيء. فلسطين جوهر الصراع العربي الصهيوني، أمروا بتصفية قضيتها وتآمروا على من يدعمها. أين هم مما جاء في التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إنكتاد، الذي كشف عن أن نحو 84% من الأطفال العرب في مدينة القدس المحتلة يعيشون تحت خط الفقر، في اعتراف ضمني أممي بالممارسات العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال للتضييق على المقدسيين الفلسطينيين وتكريس الاحتلال الاستيطاني للقدس الشريف، والتي ستظل شريفة طالما هناك نفس عربي مقاوم. التقرير الأممي تناول التأثير السلبي للجدار العنصري الإسرائيلي على القدس الشرقية بين الضم الدائم والعزلة والتفكك، والعرب نائمون. حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق مخططاً لبناء نحو 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيتيل شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، في خطوة تهويدية استفزازية جديدة، والعرب لا يستفزون. مفتي القدس محمد حسين أكد إصرار الشعب الفلسطيني المقاوم على مواجهة الاحتلال وإجراءاته ومؤامراته ضد الفلسطينيين ومدينة القدس ومحاولة تهويدها، داعيا إلى وقفة عربية وإسلامية حقيقية لإفشال مؤامرات الاحتلال بهدم الأقصى وتنفيذ مخططه. المفتي شدد على أن ما يقوم به المستوطنون هو احتلال وتدنيس للأماكن المقدسة، وحذر من أن المستوطنين الإسرائيليين يسعون لتنفيذ مؤامراتهم الجديدة بحق المدينة المقدسة والمسجد المبارك، وقد أغلقوا شوارع كثيرة واستفزوا المقدسيين والفلسطينيين ككل. والعرب صم بكم عمي فهم لا يفقهون. مراقبون قالوا إنه يجب أن يستفز هذا العمل كل العرب وكل المسلمين، إلا أن كل العرب وكل المسلمين نائمون ولا تتحرك مشاعرهم إلا بأمر سيدهم الأمريكي باتجاه سوريا وغيرها من المقاومات الوطنية الصامدة. المسجد الأقصى المبارك وأرضه الطاهرة بما فيها، بناء المسجد وقبة الصخرة والبوابات والساحات حتى السور، سيبقى طاهرا. صحي العرب أم ظلوا نائمين؟ في وسط الأزمة السورية وخضم صراع المصالح عليها، وهي الدولة التي تعتبر قلب الشرق الأوسط والإقليم برمته، برز دور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي تحدث عن الأخلاق والقيم الدينية والإسلامية وساهم في تدمير بلد الحضارات والديانات وسرقة ثرواتها. الحقد والغل الذي حمله قلبه تجاه صمود سوريا شعبا وقيادة جعله يتصرف بشكل هستيري، وهو الذي يعلم جيدا ماذا سيحل به حين تنتهي الأزمة في سوريا، وربما قبل أن تنتهي. لم يكن من قبيل الصدفة ما قاله الدكتور طه باشا في مجلة الحقيقة الألمانية حين قال مخاطبا أردوغان: تخيلتك وضيعا، ولكن صدقا لم أتخيلك بهذه الوضاعة. حيث بات واضحا ومكشوفا أن موقف أردوغان ليس موقف الشعب التركي، فمواقفه المنحازة في سياسته ضد سوريا الدولة الجارة والتي كانت أكبر شريك تجاري لتركيا، هذا عدا عن صلة الجوار والقربة، جعلته مكروها لدى شعبه. أردوغان من سوق لسقوط نظام دمشق خلال أيام، وضع حلفاءه في المقلب الأوروبي في نفق طويل، مستنفذا قواهم تارة بالتسليح وتارة بالمال وأخرى بالضغط والحظر. العراب أردوغان يطلب المزيد ويتخبط في دوامة العهر السياسي. هنا التف مناورا علّه يصيب، فدخل من بوابة الصراع مع حزب العمال الكردستاني، ووسط غموض المشهد بات الجانبان مستعدين للبدء بعملية تفاوضية طويلة لم تكن قبل أشهر قليلة ممكنة. يتساءل مراقبون: ما الذي دفع الحكومة التركية إلى التنازل؟ وما علاقة هذا الأمر بالأحداث الجارية في سوريا؟
قبل أشهر قليلة كان حزب العمال الكردستاني يشن العمليات العسكرية ضد القوات التركية، ما أحدث خضات أمنية في الداخل التركي لا سيما في شرقي البلاد، حيث كان الحديث عن تصاعد الصراع إلى أعنف معدلاته منذ بدايته. يؤكد المتابعون من ديار أردوغان نفسه أن هذا الاتفاق لن يجني المطلوب منه، خاصة أن العامل الحقيقي الذي دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف يتعلق بالانتخابات المحلية، إذ أن حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه أردوغان بحاجة إلى تأييد حزب السلام الديمقراطي في هذه الانتخابات. في المشهد التركي أيضاً تبرز إلى السطح العلاقات التركية مع الحليف الاستراتيجي إسرائيل، حيث كشفت مصادر مطلعة أنه بترتيب وتنسيق مع الكيان الصهيوني وصل إلى القدس المحتلة وفد تركي عسكري أمني رفيع المستوى لصياغة ملحق التفاهم بين أنقرة وتل أبيب. وحسب المصادر عينها فقد أكدت تركيا استعدادها للتدخل من الجهة الشمالية لسوريا لضرب الدولة السورية في حال اندلعت مواجهة بين دمشق وتل أبيب. أوراق التحالفات والمواقف وأدوات المؤامرة وأوراق التوت باتت تتساقط تباعا لتعري أصحابها أمام العالم، ورغم كل ذلك تقف دمشق صامدة عالية رغم كل تآمرهم. في العراق وكما في كل جمعة استهدف تفجير إرهابي المصلين في أحد المساجد قرب بغداد، ما أسفر عن استشهاد 3 عراقيين وإصابة 7 آخرين بجراح مختلفة. وفيما يتصدى الجيش العراقي للإرهابيين ومحاولات تهريب الأسلحة المتواصلة، تتواصل التظاهرات ضد نظام آل خليفة في البحرين، وتتواصل النقمة الشعبية العربية على الدور التآمري لنظام آل حمد. مزيد من الإضاءة على المشهد العربي اليوم في التقرير التالي. نبدأ جولتنا العربية من العراق، حيث أحبطت قوات حرس الحدود العراقية محاولات تهريب شاحنة محملة بالأسلحة إلى سوريا، وألقت القبض على 3 إرهابيين. كما ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 31 إرهابيا من تنظيم القاعدة وجماعات إرهابية تابعة له في سلسلة عمليات دهم ومطاردة شملت مناطق الساحل الأيسر في الموصل وصويرة في واسط والمقدادية وهبب في ديالي وسوق الشيوخ في ذي قار والفلوجة في الأنبار. وإلى البحرين، حيث تتواصل التظاهرات السلمية في مختلف مناطق البحرين أبرزها في العاصمة المنامة للمطالبة بالتحول إلى الديمقراطية بشكل سلمي وبمحاكمة الملك البحريني لمحاكم دولية. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها البحرين عاصمة التعذيب، وذلك في سياق الحملة التي أطلقتها جمعية الوفاق المعارضة بالتزامن مع زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب والذي منعته السلطة البحرينية للقدوم للبلاد لأكثر من مرة. وأخيرا إلى ليبيا، ووسط دعوات لتنظيم تظاهرة للاحتجاج على التلاعب القطري بالملف السياسي الليبي، أحرق ناشطون علم قطر في مدينة طبرق غرب البلاد احتجاجا على تدخل الدوحة في الشأن الليبي، مشيرين إلى أن الخطر الأكبر في التدخل القطري عبر دعم الميليشيات وهو أنه يفتح الطريق للحركات المتشددة التي ترتبط بالقاعدة وتحاول السيطرة على منطقة شمال إفريقيا. من العالم، طائرة ملحمة جديد الصناعة المحلية الإيرانية. مع تدشين هذه الطائرة كانت أنجيلا ميركل تحط رحاها في أفغانستان، وأخبار متنوعة أخرى في التقرير التالي. كشفت إيران عن تصنيعها طائرة جديدة بدون طيار تحت اسم ملحمة، قادرة على القيام بمهمات استطلاع وهجوم. وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي أوضح أن الطائرة قادرة على الطيران على علو مرتفع وأنها طائرة شبح لا يمكن للأعداء رصدها حسب تعبيره. وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة، حيث زارت بصحبة وزير الدفاع الألماني القوات العاملة ضمن قوات الائتلاف الدولية في مدينة مزار شريف بمحافظة بلخ شمال البلاد. في الصين، تمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ 5 أشخاص من الفيضانات التي ضربت إقليم سوتشان جنوب غرب الصين، وحسب تقارير إعلامية فقد فقد شخص واحد واضطر ما يقارب 4000 شخص إلى النزوح جراء الفيضانات. وأخيرا في أستراليا، تجمع المهتمون بعلم الفلك في أقصى شمال القارة الأسترالية لمشاهدة كسوف حلقي للشمس
والذي يحدث عندما يصبح القمر بين الأرض والشمس حاجباً معظم ضوئها عن الأرض ومكوناً حلقة من النار. وحسب أحد هواة علم الفلك، فإن وجود السماء صافية أثناء ما يسميه العلماء بالكسوف الحلقي للشمس يمكن من رؤية التلال والجبال على سطح القمر. وبهذه الجولة نكون قد وصلنا إلى آخر الأخبار. لم يبقى إلا تذكير بأهم عناوين النشرة. وسط ترحيب ودعم الأهالي، حماة الوطن يحكمون السيطرة على بلدتي العبادة وتل غريقة في الغوطة الشرقية، ويواصلون تطهير ريف القصير من دنس عصابات الإرهاب المرتزقة. آلة القتل الصهيونية تواصل فعلها إرهاباً وتدنيساً للمقدسات وسرقة لأراضي الفلسطينيين، وعربان الذل يتفرجون ويريدون تحرير فلسطين عبر إسقاط سوريا. العثماني أردوغان بين غضبة شعبه وسباحته عكس التيار، تصرفات هستيرية تعكس حال الحقد والغل الذي حمله قلبه تجاه صمود سوريا شعبا وقيادة. ختام النشرة، تصبحون على خير.